أستاذ داود، الديانة الإيزيدية قديمة جدا، حبذا لو تخبرنا عن تاريخ ظهورها. اوكي. الديانة الإيزيدية طبعا من الديانات الآرية التي نشأت قبل آلاف السنين في مناطق زاكروس وكردستان الحالية ومع المناطق المحيطة به. طبعا كانت الديانة ديانة في البداية، طبعا كانت هناك مجاميع يعني من الحضارات القديمة كالسومرية. السومرية طبعا، ثم بدأت من بعد انهيار السومرية حدثت المثرائية. المثرائية أيضا كانت امتداد كامل للحضارة السومرية، فذلك لا يعني أن المثرائية هي فقط للامتداد للحضارة السومرية، بل الحضارات الأخرى أيضا كبقايا من الحضارات الأخرى باقت المثرائية. المثرائية هي موضوع بأنه الإنسان يعتمد على الطبيعة، على قوة الطبيعة. من قوة الطبيعة تتكون من النور والنار والماء والتراب. طبعا تجسد هذه المواد بكون الطبيعة، تنشيء الطبيعة من ما يتكونه من إنسان وحيوان ونبات، بالإضافة إلى موارد الموجودة داخل الطبيعة. فالإنسان كان يعتمد على عقله في تكوين الدين بما يلائم ظروفه. طبعا في البداية كانت هناك تعدد الآلهة. تعدد الآلهة كانت الإلهات متعددة، مثلا مجموعة إله الخير ومجموعة إله الشر. من الخير مثلا كإله المطر، إله الشمس، يعني كإلهات تعطي القوة للبشرية وتعطي الخير للبشرية. بالإضافة إلى ذلك كانت بالمقابل هناك قوات أو آلهات تعطي بعض الأضرار للبشرية، مثلا البرق، الفيضانات، وإلى ذلك الآلام، الأوجاع، ما اسمه. هناك يعني إلهات أيضا. بعد ذلك تمكن الإنسان من خلال عقلي ومن خلال طبيعتي وتعايشي مع الظروف الذي يعيشها في داخل الطبيعة الخلابة، استطاع أن يدرك بأن هناك إله واحد، وهو الإله الذي خلق الإنسان، خدا، يعني الذي خلق نفسه. ثم قال الخدا الذي أزدى، يعني أزدائم، يعني الذي خلقني، أزدام، يعني أنا خلقني. إذن فهو هذا الإله. بطبيعة الحال المجتمعات الآرية لحد الآن لا تؤمن كنظرية، لا تؤمن بالإلهات السماوية أو بالإله السماوي أو الدين السماوي عذرا. يعني هناك عدة الساميين يعتقدون بوجود الأديان السماوية، بينما الآريين لحد الآن لم يخرج صالح أو ما يسمونه بنبي، بالرغم أنه في الآرية كالديانات الآرية من السومرية والميدية والكم جميعها لا تؤمن بالدين السماوي، بينما الساميين جميعهم يؤمنون بالدين السماوي، اليهودية، المسيحية، الإسلام، هؤلاء الأديان التي نبتت من الساميين. بينما الآريين يعتقدون بهناك إصلاحيين. زردشت يقول أنا صالح، يقول أوستا، ماوستا، أنا المعلم المصلح. في الإزدياتي أيضا لدينا مصلحين، ليس لدينا أنبياء، ليس لدينا كتب منزلة من الله سبحانه وتعالى، لكن لدينا العقل نفكر به ونعتقد بوجود الله، ومن خلال هذا الله نستمد، من خلال الصالحين نستمد منهم القوانين بما تلائم الحياة الطبيعية في هذا الأرض. إذن فالمثرائية كانت هي مجموعة بشرية تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويقول من خلال نوره نستمد قوتنا. والعلاقة التي تربط بين الإله والبشرية كانت هي نور الله، نور الشمس. ثم تفرعت بعد ذلك إلى الإزدياتي. الإزدياتي طبعا كما قال قبل هذه الحلقة ضيفك أيضا،
أستاذ لقمان بأن الجميع كانوا إزدياتي، الإزدياتي الإزدي سلطان إزدي بخطط شاهزار إكناف خداينا في مظهر خدايا. الإزدياتي كانت هي المنبع الأول للجميع، ثم تفرق منها الزرادشتية وأكد عليه رئيس الزرادشتين أيضا، ثم اليارسان، يعني اليارسان ولحد هذه اللحظة عادات وتقاليد وطقوس اليارسانية والإيزيدية متشابهة، أستطيع أن أقول لك 90%، يعني ما زال يعتقدون بنفس الاعتقادات وبنفس الطقوس والتقمص وانتقال الروح وإلى ما شابه ذلك من عادات وتقاليد وطقوس رسمية في مواعيدها، بالرغم من وجود بعض الأيام المتفرقة بين الديانتين. ثم هناك أيضا ظهر المانيين، ولكن الجميع كانوا في مسألة واحدة بأنه ليس لدينا إله ينزل إلينا نبي أو كتاب منزل، كتاب منزل، وإنما نعتقد من نفسنا بأنه هذا الإله هو إله، إله الخير، بينما الإنسان في تكوينه يتكون من خير وشر. الإنسان نفسه، أنا باستطاعتي في هذا اللسان أن أتكلم بلغة عذبة وبكلمات معذبة، يعني لذيذة حلوة على ما قلت العراقيين، بينما في نفس اللسان أستطيع أن أنطق كلمات غير لائقة، غير أدبية أيضا. فالإنسان أيضا لديه بقلبه أيضا يستطيع بقلبه أن يحسد الآخرين، ولكن بقلبه أيضا يستطيع أن يحب الآخرين، أن يود الآخرين، بعقله أيضا يستطيع أن يفكر بمشاريع خيرية تخدم الإنسانية، وبنفس الوقت يستطيع بعقله أن يخطط لتدمير البشرية بما فيه. إذن الإنسان هو الذي يتكون من نفسه من إلهين، الخير والشر، بينما الإله الواحد الذي جميع الآريين يعتقدون به، وليس الإيزيدية فقط طبعا، بينما الساميين لا يؤكدون بوجود إله الخير والشر في السماء متصارعان، وهما أيضا لهما تأثيران على البشرية بشكل وبآخر. الأول يعطي تعليمات خيرية للبشرية، والآخر يسوسه إلى الانحراف نحو الشر. نعم.